بداية شهر أغسطس لسه الفعاليات مستمرة وكل يوم فيه جديد، وحقيقة يعني لسه كنت بقول لجاسمين واحنا بنتفرج دلوقتي ان قد ايه انا فخورة بالمكان ده، وقد ايه المكان ده بجد بجد يعني حاجة تفرح القلب فعلا وتدعو للفخر. وقد طبعا. ايه قد ايه كان بيتطور وبينمو صحيح وبيكبر سنة بعد، مش هقول كمان سنة بعد سنة، الحقيقة يوم بعد يوم انا بتلاقي موافقاكي حاجة جدا. جديدة تمت إضافتها، تم تزويدها. وبما ان احنا لسه بنتكلم على مهرجان العالمين الجديد، حتى في مجال المهرجان كل يوم هنلاقي فيه فعالية جديدة، هنلاقي فيه ضيف جديد، هنلاقي صحيح فيه نجم جديد بيشارك في هذه الفعاليات الجديدة. في الحقيقة يعني عدد من الحاجات المهمة واللي هتبدأ في شهر أغسطس في حفل كاسات التسعينات. الحفل ده هيكون مشارك فيه بقى من النجوم طبعا محمد فؤاد وحميد الشاعري، هشام عباس، وإيهاب توفيق، مع حفظ الألقاب يا نهى. ايوه بالظبط. خليني كمان اقول لكم ان هيكون في عدد كبير جدا من المسرحيات اللي هتتعرض على مدار شهر اغسطس من ضمن فعاليات مهرجان العالمين، زي مسرحيه الشهره للمخرج خالد جلال واللي بيعتمد فيها على الشباب، وكمان بقى مسرحيه للنجم الكريم عبد العزيز وهي مسرحيه السندباد هو والفنانه نيلي كريم. وكمان حابة أعرفكم إن ختام فعاليات مهرجان العالمين هيكون بحفلة للفنان ويجز، ده غير بقى الحفل اللي هيحييه الفنان والهضبة عمرو دياب، هيحيي حفل غنائي يوم 9 أغسطس. الحفل ده بيتهيألي مستنيينه يعني آلاف من الجماهير ومن زوار العالمين الجديدة. فتعالوا نعرف أكتر عن فعاليات مهرجان العالمين من زميلتنا خلود الرفاعي. خلود خلود، مساء الخير. يا مساء الفل والجمال والرقي والروقان والهدوء والاستجمام يعني اتمنى تكون الطاقه الايجابيه واصله من هنا، وصلت لان انا وصلت عندي وصلت فعاليه رائعه عادي الحقيقه. ده شعور اي حد هيزور مدينه العالمين حقيقي بدون مبالغه، لان من اول ما بتدخلي المدينه انت محاطه بالجو الرائع، برغم ان في رطوبه ودي طبيعه المناطق الساحليه عادي، لكن الهواء خطير. كمان البحر في كل ما عينك هتروح او هتبص انت شايفه البحر حواليكي في كل مكان، في اي منطقه هتروحيها شايفه البحر، حاسه بيه، شايفه اقبال الناس، شايفه الالوان الحلوه، الابراج الشاهقه بشكلها الجميل المزين المدينه. حقيقي تلقائيا هتلاقي نفسك مبتسمه، مرتاحه نفسيا، سعيده. حقيقي انا لحد النهارده احنا يعني تاني يوم وانا لسه متاثره بالامسيه الغنائيه اللي حصلت امبارح على المسرح الروماني بالمدينه التراثيه في مدينه العالمين الجديده. المسرح الروماني يا جماعه بيقام عليه فعاليات رائعه، امبارح كان احياء لالحان الرائع والراحل بليغ حمدي اللي اطربنا وقدموا لنا اصوات شابه صاعده مميزه جدا الفرقه المصريه، شفنا الالحان والموسيقى اللي خالده لحد النهارده، حاله من النوستالجيا، الابيض والاسود، زمن الفن الجميل. شفنا الحان للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، ورده الجزائريه. الغريب كمان ان ضمن الحضور كان في فئات من الشباب الصغير عارف الاغاني وبيدندنها، فالحاله الحقيقه ما كانش بس الجيل القديم او الشباب الكبار او الكبار السن، لكن حاله كده من تناغم الفئات العمريه وكل الاذواق. النهارده كمان المسرح الروماني هيعرض او هيطلق حفله لكورال تنميه المواهب بدار الاوبرا المصريه، وده ضمن فعاليات وزاره الثقافه بالتعاون مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. حقيقي وزارة الثقافة بتقدم لنا كل يوم جديد، سواء عروض مسرحية أو فقرات الساحر، الفنون الشعبية في المنطقة الترفيهية أو حتى في المسرح الروماني. المسرح الروماني بالليل شيء خيالي، يخطف الأنظار ويخطف قلبك من الأضواء، المسرح المجهز بأحدث التقنيات، أسلوب العرض والإضاءة. حقيقي مكان هو الأقرب لقلبي لحد دلوقتي في المدينة التراثية. احنا شفنا على مدار الاسابيع اللي فاتت، 3 اسابيع احنا في الاسبوع الرابع، كل يوم مهرجان العالمين بيقدم جديد، مفيش يوم متكرر، كل يوم فعاليه جديده، تعرفنا على فعاليات جديده اول مره نشوفها. يعني بالنسبه لي كان مسابقه الهيجن دي كان اول مره اشوفها، الجمال وهي بتجوب شوارع مدينه العالمين شيء خيالي، ده كله في مدينه على ارض مصريه بمقاييس عالميه. كمان شفنا على ملعب كره القدم الخماسي لعبه جديده 1 تو 1، شفنا مشاركه كبيره من الحضور عشاق الكره، شفنا كمان الجديد كابتن احمد حسن، كابتن سيد معوض في منافسه على ارض البادل كانت غريبة لكن ممتعة جدا، ماتش الأساطير بين الأهلي والزمالك لأول مرة كفريق واحد، وده كان شيء غريب جدا لكن طبعا كان شيء مميز. كل اللي احنا حضرناه ده بقى ما يجيش نقطة
في بحر اللي مستنينا في شهر 8 وشهر أغسطس. أولا إحنا على موعد من استكمال الفعاليات الرياضية الحقيقة اللي ليها نصيب الأسد في المشاركة في النسخة الثانية. عندنا بطولة كرة السلة لذوي الهمم، ودي لفتة إنسانية جميلة جدا بتحضيرات مختلفة هنرصدها خلال الأيام اللي جاية. الفولي بول مكمل معانا، مكمل معانا كرة القدم، البادل، كرة السلة، كل ده مكمل معانا. الجديد كمان إن استغلال المساحات الشاطئية إن يقام عليها فعاليات رياضية شيء رائع، لان احنا كمان على موعد مع الفعاليه القتاليه المنتظره الـ MMA، ودي فعاليه هيشارك فيها 22 لاعب من 8 جنسيات مختلفه. هي لعبه هجينه مختلطه بتقنيات مختلفه بين الملاكمه، المصارعه، الجودو، المصارعه كمان التايلانديه وغيرها كتير. هتنطلق يوم 23 اغسطس، احنا في انتظارها جدا الحقيقه، انا كمان في انتظارها. بنتكلم عن ان في المنطقه الترفيهيه دلوقتي بيقام استعدادات لاستقبال المهرجان الاول للاطفال، وهو الاول من نوعه في مصر والشرق الاوسط، وهو مهرجان نبته. فرصه كبيره جدا للاطفال انهم يطلقوا العنان لموهبتهم، لخيالهم، لمواهبهم في الرسم، كتابه المحتوى. هيبقى في مسابقات، هيبقى في حكايات قبل وبعد النوم، هيبقى في ورش عمل لكتابه المحتوى للاطفال، مسابقات كتير لاكتشاف مواهب مختلفه من الاطفال. واعتقد هيبقى في يعني مفاجات كتير قوي، لان كمان رئيس المهرجان هو احمد امين، هتشارك في مهرجان نبته كمان سوسن بدر، حكاءه موهوبه الفرعونيه المصريه طبعاً. كمان احنا على موعد مع سباق السيارات، 10 ايام هنستمتع بسباق السيارات الرالي. المفاجاه كمان انه في سباقات مختلفه، ودي كانت اول مره اعرفها، انه سباقات السيارات ليها انواع كتير جدا، مش سيارات معينه او اسم معين. صحيح. فاحنا على مدار 10 ايام هنستمتع بسباق السيارات على مساحات وتجهيزات مختلفه جدا. هنشوف فيهم نجوم، مفاجات مش هنصرح عنها دلوقتي علشان الاثاره والتشويق. المفاجاه كمان انه الحضور نفسه يقدر يشارك في المسابقات دي، سواء بسياراته الخاصه او فرصه انه يعني يشارك مع المتسابق، يركب جنبه وفرصه ان هو يتصور معاه، يدخل جوه السباق، او حتى يشارك في السباقات. احنا هنبقى موجودين طبعا في كل الفعاليات دي. عايزه اقول لك انه كمان الملفت ان احنا بنبقى موجودين من 8 الصبح لحد 12 بالليل، ما بتحسوش بالوقت، مدينه ما بتنامش. أيوة. ولا عمالها بيناموا. فانا دي احلى حاجه هذا الموسم من الموسم اللي فات، هو العامل المصري. العامل المصري لا يكل لا يمل، هو اللي شارك ان احنا نقيم هذه المدينه بهذا الحجم، بهذه الفعاليات القيمه جدا. شاركوا في بناء المدينه زي ما احنا شايفين، اكتر من 4-5 مناطق بيقام عليهم فعاليات كبيره جدا. العامل المصري عظيم، شكرا جزيلا على يعني هذا الثراء من الفعاليات والكد والتعب والمجهود الواضح. الحقيقة الشركة كمان المتحدة للخدمات الإعلامية حقيقي بشكرها جدا على تسهيل التغطية، سواء تغطية صحفية أو تغطية إعلامية، سرعة التواصل، سرعة الاستجابة، سرعة كمان التنسيق وتسهيل الموضوع في كافة الفعاليات. أول ما بنكلمهم على طول بيتم التنسيق الفوري، ده غير طبعا المعاملة المحترمة الطيبة الجميلة، وده كمان بإشادة الجمهور اللي كان موجود. حفلات الويك إند بسببها بيكون في إقبال مرعب في شوارع مدينة العالمين، وخاصة الإشغال الفندقي كمان تقريبا بيبقى كله كومبليت أو كله شاغر تماما. الناس مبسوطة، الناس سعيدة، واللي شارك في الأيام اللي فاتت ده كان محظوظ جدا، لكن اللي هيشارك في الشهر اللي جاي ده هو الأكثر حظا، لأنه في مفاجآت كتير قوي مخبيها لنا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكمان مدينة العالمين. الحقيقة أنا كل يوم، أنا كنت موجودة النسخة اللي فاتت، أنا كل يوم بشوف حاجات جديدة وبستغرب عملتوا ده إمتى، عملتوا ده إزاي. حقيقي المدينة التراثية نورث سكوير، الفعاليات الرياضية اللي بتقام عليها، الممشى السياحي الخاص بالعائلات، مهرجان الطعام اللي احنا بصدده قريب خلال الأيام اللي جاية، ومشاركة الطهاه من مختلف الثقافات، رواج سياحي وانتعاش سياحية، وفرصة كمان لأهل البلد انهم يتعرفوا على بلدهم الجميلة. تكاتف الوزارات كمان، شفنا وزارة التعليم العالي واتاحتها فرصة لأول وفد طلاب يزور مدينة العالمين اللي شاركوا في الغنى، الرقص، الفن التشكيلي، قد ايه كانوا مبسوطين. وزارة الصحة اللي كان ليها دور الى الآن انها صحيح. موجودة في شارع الخدمة الصحية المجاني لخدمة المواطنين. شفنا الباصات صديقة البيئة اللي بالكهرباء، يعني كل حاجة موجودة، مختلف الأذواق، مختلف الفئات العمرية. اعتقد المكان هنا بينطبق عليه انه الاهتمام ما بيطلبش، امر واتمنى. صح. صغير، كبير، شاب، كبير سن، هتلاقي كل الفعاليات وبيرضي وبيرضي كل الاذواق والرفاهيه والسياحيه، تقدر تستمتع بكل ده.
لو لسه ما لحقتش تحجز مكانك احنا مستنيينك، هتدخل على الموقع الرسمي للمهرجان وهو العالمينفستيفال.com. بقول مره ثانيه العالمينفستيفال.com، تقدر تلاقي صفحاته بسهوله جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. لو عايز تحجز تذكرتك الخاصه بالحفلات الغنائيه او حتى الفعاليات الموجوده من على الموقع الرسمي لتذكرتي، الموضوع سهل جدا. وحتى لو جيت المدينه أكيد. لو سالت اي حد، مش هقول لك بقى اي حد من المنظمين، تعاون هتلاقي الف حد يدلك. صحيح. المكان انا باين عليا الحماس، المكان لانه بجد اكتر من رائع وحمستينا جدا جدا. ومش كده وبس، احنا ممكن، كنت لسه بتكلم انا وجاسي، احنا ممكن حتى ان الواحد يروح الصبح ويرجع اخر اليوم. صح. لان المسافه مش بعيده، احنا بنتكلم في ساعتين ونص بكتير 3 ساعات، ونستمتع بالبحر ونستمتع بكل بالشمس حاجة والرمل ونستمتع بالفعاليات كمان، الفعاليات المختلفه اللي هي بترضي كل الاذواق. اللي عايز رياضه هيلاقي، اللي هيعايز صحيح. موسيقى عربيه هيلاقي، اللي عايز راب هيلاقي. يعني مشكورك شكرا جزيلا زميلتنا خضر رفاعي كانت معانا من العالمين الجديدة. طيب هنخرج لفاصل ونرجع نبدأ أولى فقرات بيت السفير عزيز.